الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كبرت أحواتين أحتين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بار قدمي أبتي ملستات لحتتاتكم إتاوي قبل زدلي لومي قلي قرب معلتات كلتا سلست معلتات تريفونا لو نابزي بلوز مروز زخوني شهر رمضان نقنعتو. ناب شهر رمضان كتبت زحن كلها عبي 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 فضليو. أولا رب العالمين كابت حكماناتو كابت تقببناتو دلايو زقبر يفعل ما يشاء ويخلق ما يشاء أمونغو فطراتو نزيد ليه يمرز كابدك سبات أنبياء مريزو كابوتاتات مكة مدينة مريزو أم مكة تسقدو كندميت شيح أزفي تعزازف أم مدينة تسقدو كند شيح يتعزازف تحنت سلات مالتيو كم أوين كمزي نبوتاتاتن زمرزة جزيات دماني ازي ان دتفتوا انيلو دمرصنا اللوا كاب اوارح دماني شهر رمضان رب العالمين مريزو وربك يخلق ما يشاء ويختار رب العالمين زدلي يخلق زدلي دماني يمرصو ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون الله عز وجل نسيء زخلق نسيء زمرز ولذلك ففضل في الأزمنة شهر رمضان كابتن معلتات كاب كزيتات شهر رمضان كاب كالو توارح رب العالمين مريزه واختص هذا الشهر الفضيل بفضائل عظيمة ومزايا كبيرة رب العالمين نزور حزه بزوح بلجعتات هبوئيو فهو الشهر الذي أنزل الله فيه القرآن قرآن دورد اللو ورحيو ربنا عز وجل القرآن تايلو شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أبتي زتمرز ورحي قرآن وردو وهو الشهر الذي فرض الله صيامه صوم نخن صوم دم هبزو ورحز دماني عزيزنا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون إلو ورح رمضان نخن صومو عزيزكم إلو ربنا عز وجل كابتي وزيئتناتو كابتي فرناتو دماني لعلكم تتقون عبي مدرسة عبي بتمرتي تقوان مهارلو شهر رمضان شهر التوبة والمغفرة وتكفير الذنوب والسيئات. النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح نتايلوم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. صلاة سجدك أبتحنت صلاة كتبت زحن كلها منقوز تقبر زنبتات كبائر زي كوني ربي يغفر لك. جمعة سيكيد كابس كباب تحدي جمعة دلو رب العالمين يكفر الذنوب. رمضان عامز امكا لو مدمان قد صوم كلها امرن عافيان هيبوكا نتي امونغود تسرح زنبتات ما رب العالمين يغفر لك. هذا فضل عظيم يا اخوان. ولذلك رمضان آتيو اب رمضان نايقد كن كهيرا لنا بالتوبة والاستغفار كي تغفر اللزوات رغم أنفه إله من أدرك رمضان ولم يغفر له. رمضان أركبو زي تغفر اللز أفنش أمس حمد اللوس إله من يدعى قبر جبريل ومن يؤمن آمين دبل دماء آمين بلي قاتبه لهم النبي عليه الصلاة والسلام دماني آمين لهم على اليوم. إذن إذي ورح رمضان إذي نجد بفولي كنري لنا كن كير كأني ألنا مالتيو وهو هذا الشهر يا أخوان شهر الصبر
ناي سبريو كاب كل عباداتات كل عبادة سبري ادليو الصبر على طاعة الله لكن اب رمضان زيادة زيادة ايو قولي حوزر رأيت ناي سبري مخنياتو كابتي تفوتو تبولعو تسيتيو والشهوات كاب انتهت كبرا لخا تقطف لخا ولهذا انت يبلو اتي نصف الصبر صيامي لهم وصبر زلو دماني صبر زخون دماني اجروناتو كندي انت دايلكا كندزي الكايلكا عنيو رب العالمين حافيس وحافيس ازهبكا انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب كوم وين يا اخوان ازور ورحزي ورحنا دعائي الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام مسبيلة ناي صيام أحكام دانا قرنا خلو أمونغو ناي صيام انتي ألا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني له إذا ناي دعاء زي طرح دعاي لمنو نمبر أنا قريب أنا يسمعوني أنا إيمل سلومي تبل 286 تنزل آية أمونغو ناي أحكام ناي سيام مئتاوا إبلو إزي شهر مباري شهر ناي دعائيو والنبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا ترد دعوتهم إلوم سلست اللو دعاء دقورو رب العالمين زي ملسو زقبول اللوم اللو مسبولو حادة كبعاتهم من ذكرهم الصائم حتى يفطر سكواماي كساب زف الدريلوم والإمام العادل ودعوة المظلوم إذي أتم رب العالمين دعوهم زعبر اللوم كالي إذي شهر إذي أخوان شهر الجود والإحسان خير نسر حاليه زيادة لكس نقبر اللي النبي عليه الصلاة والسلام لقاس يوم نيرم كان أجود الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم إلهم وكان أجود ما يكون في رمضان زيادة زيادة لكس دبز حلو دماني أب رمضان نيروم يبلو صحابة النبي صلى الله عليه وسلم سلزي إزي ورحزي قلي قلي خير تصر حزن بركة زيادة دماني أب زي ورحزي دماني خير كتصر حلكة بزوح سبالو تشكر تسقم على شهر رمضان كل عد حازو تتشكروا نزيعتهم دماني إحسان كتكبر لكسخ تكبر دماني أبزي ورحزي زيادة كتعوته له زلكايو إزي ورحزي كبرات أحوات فيه ليلة القدر ليلة القدر أمن تاي تركب انت لألكا أب رمضان ليلة القدر خير من ألف شهر كبشح ورح تبلدز إذن إذا كل زخيرات تحاز ورحي سلد بزحنا نابوخن بزح كلنا نربنا مسكنو ورب دمان خير كسرحنا دماني نلمنا ونسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يوفق الجميع وصلى الله وسلم على نبينا محمد.